السلام عليكم. النهارده معانا عنصر جديد من عناصر اللياقه البدنيه، هو الباور او الاكسبلوسيف باور او القوه الانفجاريه بالعربي. يعني ايه قوه انفجاريه؟ اخر عنصر اتكلمنا عنه في الفيديو اللي قبله اللي فات كان السرعه، واللي قبله كان القوه. لما اتكلمنا عن القوه قلنا ان هي اقصى وزن تقدر تشيله العضله وتعمل بيه انقباض كامل مره واحده، ولما اتكلمنا عن السرعه قلنا ان هي اقل وقت ممكن العضله تعمل فيه انقباض كامل. مزيج الاثنين مع بعض هيطلع لي الباور او القوه الانفجاريه، بمعنى ان انا هحط للعضله وزن يتحدى قوتها، وزن تقيل شويه، واطلب منها تعمل انقباض كامل في اقل وقت ممكن، وهو ده الباور. زي ايه تمرينات الباور؟ زي الناس اللي بتلعب اولمبيك ويت ليفتنج اللي فيه كلين اند جيرك وسناتش اللي هو رفع الاثقال اللي فيه خطف ونطر. التمرينات دي اساسا معتمده على عنصر الباور او القوه الانفجاريه، ان انا بشيل وزن تقيل جدا وبرفعه من على الارض وبعمل انقباضات سريعه جدا في مجموعات كتيره من المجموعات العضليه اللي في جسمي لحد ما اطلعه فوق راسي وكل مفاصل جسمي مفروضه. طيب انمي عنصر الباور او القوه الانفجاريه في جسمي ازاي؟ زي ما احنا لسه قايلين ان هو مزيج ما بين القوه والسرعه، فانا محتاج يكون عندي قوه ومحتاج يكون عندي سرعه، وهننمي القوه والسرعه زي ما قلنا في الفيديوهات بتاعتهم اللي فاتت. طيب في حاجه كمان مهمه جدا، الانقباض السريع ضد مقاومة عالية، لو مفيش إطالة كفاية ومفيش إلاستيسيتي أو مطاطية كفاية في العضلة هتتمزق بمنتهى السهولة. فأنا لازم أتأكد إن العضلة بتاعتي عندها خاصية المطاطية أو عندها إطالة كفاية قبل ما أتمرن على الباور. في شرط رابع مهم جدا بقى، إن أنا أسأل نفسي هل أنا محتاج أتمرن على باور تريننج ولا لأ؟ محتاج أتمرن ضد مقاومة عالية جدا وأعمل انقباضات سريعة جدا ضدها ولا لأ؟ يعني ايه؟ يعني انا لو انسان طبيعي رايح الجيم بس علشان اعمل جسم صحي، مش محتاج اخد حاجه فيها خطوره عاليه، لان احنا زي ما قلنا انك تعمل حاجه زي دي وفي قصور خفيف في اطاله العضله ممكن بمنتهى السهوله يحصل اصابه او يحصل مزق في العضله. فهل انا محتاج اصلا اخد الخطوره دي ولا لا؟ الحقيقه ان انت لو ما انتش رياضي محترف محتاج تنمي عنصر الباور، لان ده هتتنافس فيه مع حد تاني في رياضه معينه، فانت مش محتاج تتمرن عليه. طيب مثلا يا سيدي انا ليا مزاج اعملها، انا قفشت، انا عايز اتمرن باور، انا عايز اتعلم كلين اند جيرك وسناتش، محتاج حاجه مهمه جدا ان انت تستعين بمدرب فاهم كويس قوي، فاهم تكنيك الكلين اند جيرك والسناتش والتمرينات اللي شبهها اللي ليها علاقه بالباور، وفاهم كويس قوي ينمي لك عنصر الباور تدريجيا ازاي، لان انت علشان تدخل تعمل باور على طول هتتمزق. ويمكن دي مشكله يعني انتشرت في الفتره الاخيره مع تمرين الكروسفيت، انه في ناس كتير معتبره الكروسفيت ما هوش رياضه تخصصيه، هو مجرد نشاط ممكن يتعمل في اي جيم، فبيدخلوا يتعلموا على طول كلين اند جيرك وسناتش فبيحصل لهم اصابه. ليه؟ لان هم مش جاهزين يعملوا حاجه زي دي باوزان تقيل. فلازم تستعين بحد فاهم تكنيكس كويس قوي ومدرب شاطر يقدر يطلعك لحد ما توصل للمستوى اللي يمكنك تعمل كلين اند جيرك وسناتش باوزان تقيله تدريجيا. طيب ده عنصر الباور. اي سؤال ابعتوا لنا، واستنونا الفيديو الجاي مع عنصر جديد من عناصر اللياقه البدنيه. سلام.